يا الله هجا الصبح، اليوم عندي رحلة صيد أنا وصديقتي رانيا، اتفقنا اليوم نطلع الصيد، لأن الأكل بدأ يخلص عندي، لازم اليوم أطلع أصيد وأشوف شكو بالغابة، يلا خلي أجهز نفسي وأروح صديقتي رانيا، يلا خلي أجهز نفسي آخذ أغراضي، أوكي البيكاكس والحبل والسهم وهنا عندي السيف، أوكي خلص، يلا خلي أروح صديقتي رانيا، أكيد قاعد تنتظرني هي. والله اليوم الجو حلو صدق، اليوم الجو مال الصيد، افتحوا الباب، افتحوا الباب. منو؟ أنا رانيا. هلا هلا صباح صباح الخير. الخير، شلونك؟ الحمد لله. رانيا جهزتي نفسك؟ اليوم عندنا صيد مثل ما اتفقنا البارحة. مو هسه اني قعدت اريد اكل وبعدها اود احضر اغراضي واي ونريد نطلع. يلا اوكي حضري نفسك، بس يلا. لان الجو حلو ما اريد اخاف يغيم شيء، تعرفين اليوم عندنا صيد بالغابة. ما يخاف هسه اتريق واجيلك. يلا راح انتظرك. يلا يلا اوكي انتظرني. يلا نشوف شنو اللافتة. اوه هذا البيت معروض للبيع، هاوس فور سيل 500 دايموند. واو من عند هذه الفلوس يقدر يشتري هذا البيت؟ بس والله بيت حلو، بيت تحفة، كله عبارة عن ذهب ودايموند، والله شيء راقي، بس من يقدر يشتري هيك بيت راقي؟ يلا يلا احنا مو هيك مستوانا، ما نقدر نشتري هيك شيء. يلا خلينا ننتظر رانيا تجي. ها رانيا. ايه صديقي يلا اني كملت هسه. يلا اوكي انت اخذي الحصان مالتك وانا راح اجيب الحصان مالتي. يلا يلا تتأخر. يلا اوكي تعال تعال، اليوم عندنا رحلة صيد بالغابة، أوكي؟ يلا يلا خل أفتح الحبل، يلا امشي قوي، يلا يلا يلا. رانيا جهزتي؟ إي جهزت كل شيء. يلا يلا خلنا نطلع. إي يلا وصلنا الغابة، يلا خل نبحنا، أنا شكو حيوانات، انتبهي لي زين، لازم اليوم بقى. نصيد. إي تعال تعال لقينا بقر، يلا خل نصيد هالبقرة. اي امسين صدناها، هاي اول وحده. اي تعال خلينا نشوف غيرها، حتى نشوي حتى نشوي اليوم ناكلها نتغدى بيها. اي اليوم ناكلها، نشوف بعد شكو غيرها. تعال تعال خلينا نصعد فوق، لازم نلقى شيء هنا، هي ما تكفينا احنا لازم نصيد، بكفينا اسبوع كامل. اي تسمع صوت غنم، تعال تعال تعال. يلا اخذناها، تعال تعال خلينا نشوف بعد غيرها شكو. والله هذا المكان زين اليوم به وايد حيوانات. يلا تعال تعال منها، تعال. اي ذاك غنم، دا اشوف غنم، تعال ذاك خروف، نصيده. اي هذا واحد. ثاني حلو. اي عافيه. بعد هذاك واحد لك بعد. بعد هذا واحد. اي صاد. اي والله. يلا يلا حتى اليوم صدنا نشوي كلهم. حتى نشوي اليوم نتغدى فيه. يلا اوكي هسه احنا صدنا، تعي خن بعد شكو. تعي رانيا تعي رانيا. ذاك هناك شفت بقر، تعي 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 ذاك هو. بس لا تطلعين صوت، لا تطلعين صوت. وين هذاك؟ اي شفته. اي ذاك هو. يلا يلا. اي اوقف اوقف. اي صادت البقرة الأولى. حلو والله. يلا يلا. بعد ثاني. أكثر بعد؟ اي اكو ثاني، اكو ثاني بس دقيقة. ما جاي اشوفه، ما جاي اشوفه. لا اي اي صدته حلو. يلا يلا اي اي وش جمعنا هواي لحم. يلا ذاك ذاك خروف. وقعت وقعت. شنو؟ ما ادري وقعت انا. شنو المكان هذا؟ والله عندي جدوى، عندي جدوى، ما ادري اشوف شو يعني. هسه 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 خلينا نحط الشموع. يلا تعال تعال خلينا ننزل جو. شنو وات؟ هاي شنو كله دايموند؟ هاي شنو المكان؟ ايمرالد جولد. صرنا اغنياء رانيا. واو ما جاي اصدق عيني. ها شنو الكيف كله كنز؟ واو ايش قد هاي؟ يا الله صرنا اغنياء، والله اني فرحان، بعد ما يحتاج نصيد. واو يلا رانيا خلينا نقعد نجمع الدايموند والذهب، خلينا ناخذه كله اليوم هسه؟ اي كله ناخذه. لا 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 مو هسه، لا لا ليش؟ انتظر انتظر مو هسه، تدري ليش؟ ليش؟ مو خاف ناخذه هسه، يجون علينا هذول الزومبي الوحوش وياخذون كله من عندنا وكل شيء بنحصل. زين فلازم باكر نجي من الصبح نانا ها وناخذه، شو تقول؟ مو احسن؟ ما ادري والله، يعني شو تقول هيك احسن؟ انا ما اعرف. زين اقول لك اذا هذا هسه كله شلناه يشوفوا مو يشوفون احنا شارين هواي كنز ويانا؟ اي صحيح. لا انا ليش اقول لك لازم باكر نجي؟ اي اليوم ما ناخذ شيء. زين باكر نسد المكان ونطلع وباكر نجي من الصبح. يعني قصدك ناخذ جزء جزء حتى لا يبين، مو صحيح؟ هسه لا ناخذ هسه باكر، باكر الصبح. باكر لحد. يلا زين اقول لك احنا لازم هذا المكان نسده حتى لا حد يشوفه ويجي ياخذه قبلنا. اي طبعا طبعا، لان يجون صيادين، هم يجون صيادين واحتمال ياخذوه. اي طبعا طبعا حتى يصير بس لنا هذا. يلا لحد. راح يلا خلينا نطلع هسه، خلينا نطلع حتى باكر نجي. يلا طلعنا، تعال تعال خلينا نسد المكان. اي جيت جيت. تعال كله كله سدي، كله سدي. سديت. يلا خلينا نروح للبيت، احنا هسه اخذنا اكل اوكي صدنا، خلينا نروح باكر نجي الصبح ناخذ الكنز مالتنا. ما يخالف. وكاني فرحان انا مو مصدق، صرنا اغنياء، صرنا اغنياء. اسكت اسكت لحد يسمعنا. يلا خلينا نروح هسه وباكر نجي. يلا 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 وين خلينا نروح ناخذ حصان مالتنا ونروح البيت. يلا يلا امشي. يلا رانيا وصلنا، وصلنا لمدينتنا. اي اقول لك بس لا تحكي لاي احد احنا لقينا كنز اوكي. لا 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 ابد ما احكي ابد. اي ابد ابد لا تقولين. اي طبعا لان يروحون ياخذوه قبلنا. يلا امشي امشي.
يلا سحنا لازم نروح حسنا من وقت حتى باكر يقعد من الصبح. اوكي اوكي يلا 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 باي 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 باي. اوه والله اني ما جاي اصدق نفسي صرنا اغنياء، لقينا كنز وهذا الكنز يمكن اقدر اشتري المدينه كلها. اوه ما جاي اصدق والله انا صرت كلش غني، صرت كلش غني واخيرا راح اخلص من هذا الفقر احصل كلش غني. اي الحمد لله اجى الصبح. واو والله اني فرحان، بعدني فرحان لقيت الكنز وراح اصير اغنى انسان بهاي المدينه. واو والله كلش فرحان. يلا خلنا نروح السريع على رانيا لان هي توعدت وياها على الساعه 10 الصبح ونروح نجيب الكنز. يلا يلا خلنا نطلع. يلا يا قوي مستعد نروح نجيب الكنز؟ يلا يلا نمشي نروح. افتحوا الباب افتحوا الباب. رانيا افتحوا الباب. ماكو احد يجاوبها. شنو ماكو احد بالبيت؟ وين رانيا؟ البارحه توعدت وياها انه هي تجي هنا الصبح نطلع سوا. زين وينها؟ يعني قبل راحت تاكل بالمطعم؟ ما ادري. اوه يلا خلينا ننتظرها شوي خلينا ننتظرها. ها هذا البيت بعده ما انباع. اي والله بعده ما انباع هذا البيت. يلا راح اشتريه. هلا خاله شلونك؟ هلا هلا ابني. خاله هذا بيتكم عارضين للبيع مو صحيح؟ اي طبعا ابني ب 500 دايموند عرضي. 500 دايموند اوكي انا راح اشتري. انت؟ ليش؟ انت مين لك فلوس ابني؟ مين لك؟ ما أنا؟ عندك فلوس. لا لا انا اجيب لك فلوس خاله، انا عندي فلوس، انا صرت غني. لا لا ابني عيني انت ما تقدر تجيب. روح 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 انت كذا علي شو. روح يلا وخر. لا روح يلا وخر. لا ضربين هسه شوفين. انت مين لك؟ هسه شوفين بس انتظريني لي حد العصر انا راح اجيب لك فلوس واجي اوكي؟ يلا يلا خلينا نشوف. يلا خلينا نشوف. يلا اوكي. اي هسه شوفين خاله راح اشتري لهذا البيت. يلا يلا خلينا نشوف. راح انتظرك انا واشوف. اوكي اوكي العصر راح اجيب فلوس واشتري البيت. يلا من خفف من دمي. والله راح اشتري هذا البيت راح اصير غني. والله راح اصير عندي احلى بيت بالمنطقه. اوه والله انتظرت هوايه صار لي ساعتين انتظر رانيا ماكو رانيا وين صارت؟ يلا العدد احس راح اروح بوحدي اجيب الكنز واجي عود من اجي انطي حصتها. يلا خلي اروح السريع اجيب الكنز قبل ما احد ياخذه. اي راح اوصل لمكان الكنز. اي يا ته مكان الكنز. اوه يا ربي انه هو هاي اللحظه اللي راح تتحول من جيجي الفقير الى جيجي الغني. يلا يلا خل افتح المكان على السريع هذا احنا امبارح سديناه. فلشت واه اي ها وين الكنز؟ لا وين الكنز؟ ها شنو؟ ماكو شي هنا؟ لا يا ربي راح الكنز. خسارة الكنز كله اخذوه من عندي. انا البارحة ردت اخذه بس لازم اكتشف من اللي اخذ الكنز من عندي. زين يا رانيا وين صارت رانيا؟ رانيا وين صارت؟ ليش البارحة ما قبلت تاخذ الكنز واليوم ماكو ما القاها ببيتها؟ يعني معقولة رانيا اخذت الكنز؟ لا لا مستحيل. لا رانيا ما تسويها. خلي اروح البيت اكيد هسه رجعت خلي اسالها على السريع. لازم القى الكنز مالتي. صارت هسه بالخمسة الفجر خلي الحق اخذ غراضي في المكان قبل لا يروح لجيجي. والله جماعة الغراض هسه كلها اللي اروح. يا خلي اروح اخذ حصاني. يلا يلا امشي حصان يلا امشي الحق على السريع. اي وصلت وصلت. انزين ماكو احد. لا ماكو احد ماكو احد. زين خليني خليني انزل انزل. واخيرا وصلت. واني كلش فرحانة. خلي اخذ الذهب والامرود والدايموند كل اخذه الي حتى ما اريد اعطي الجيجي ما اريد بس الي حتى يا دوب يكفيني اريد اصير اغنى واحده بالمدينه. اخذ اجمع هي حصان اكيد هي موجوده هسه. افتحوا الباب رانيا افتحوا الباب. هاي بعدها ماكو رانيا بعدها ما جايه. زين وين صارت؟ معقوله رانيا اخذت الكنز كله؟ اذا هي اخذت الكنز انا اعرف شلون احاسبها. يلا خليني اروح ادور على رانيا على السريع. والله تعبت دريت المدينة كلها ادور على رانيا ما حد ما شايفه. اوه هي اخذت الكنز وهربت. اوه شو اسوي انا راح اضل فقير. لا يا ربي لا. يلا خلي اروح البيت وباكر من الصبح ادور عليها. اطلع رانيا طازج شوي. ها جيجي شلونك؟ هلا وخاله هلا. يلا مو قلت اشتري انا بالليل اجي اشتري البيت؟ يلا شو كنت تشتري؟ ها؟ لا بعدين مو هسه بعدين. ليه شنو صار؟ لا بعدين اجيب فلوس واجي اشتري. يلا مو انت وعدتني وقلت لك انا ايش قلت لك انا مو قلت لك انت كذاب؟ مو قلت لك كذاب ها؟ لا مو كذاب انا مو كذاب. لا كذاب انت كذب علي. مو كذاب. ها؟ لا يا ربي حتى هاي المره قامت تسميني كذاب. ما يدرون الكنز اخذته رانيا من عندي اخذت فلوسي كلها. او يلا يلا خلي اروح البيت على السريع وباكر من الصبح اروح ادور عليه لازم القاها. يا الله اجى الصبح. اوف بس انا ضايج يا ربي شلون انا راني لحد الان ما لقيتها. هي اخذت الكنز وحافتني انا ظليت فقير. لازم اروح ادور عليها. البارحه دورت عليها ما لقيتها بس اليوم راح احاول ادور بالمنطقه الثانيه لازم القاها. يلا خليها وش يتريق اشوف ايش عندي بالصندوق.
يلا خلي اكل صمون. اوف انا قاعد اكل صمون وهي كلها كده سما طعم واستيك ولحم وانا ظليت حصمون فقير. يلا خلي اطلع ادور عليها على السريع اشوف هي جت بيتها. لا والله بعدها ماكو بيتها. اي ماكو غيرها، هي اخذت الفلوس وراحت فلتت من هالمنطقه. يلا خلي اروح ادور اسال الاسواق بلكي جاي مشتريه شيء. يلا خلي اسال هذا المحل. هلا عمو شلونك؟ اهلا ابني. عمو شفت رانيا الوياية؟ اي رانيا تقصد؟ عمو رانيا الصيادة اللي دامنا تروح وياي للصيد، مو دامنا نجيب لك احنا لحام وصوف وكذا؟ اي ها رانيا، اي شفتها رانيا، بس رانيا متغيرة، صايرة كلها تلبس دايموند وغنية بينها صايرة. ها رانيا متأكد عمو؟ اي رانيا شفتها اني، بس المنطقة كلها قاعد تحكي بيها، تقول صاير عندها بيت كله من دايموند وعندها حارس بالبيت. ها زين وين بيتها؟ تندل بيتها؟ انا ادور حلها اللي مشتاق لها. اي بيتها موجود يم قصر الملك بهالمنطقه الثريه، كلش اغنياء هناك يسكنون. ها يم قصر الملك؟ اوكي لحد راح اروح لها اني. اوكي شكرا عمو. اهلا. اي واخيرا اندليت مكان رانيا، هسه راح اروح عليها واخذ فلوسي لان صارت غنيه، هاي اخذت الكنز كله الها، هسه راح اروح لها واخذ فلوس مالتي كلها. ايه هسه انا وصلت يم قصر الملك، هو بالمحل قال لي هي راني هنا ساكنه بهالمنطقه. يلا لازم القى احد اساله. وين هي؟ اي هاي بنيه. يلا خلينا نسال هاي البنيه. هلا ومرحبا. اهلا. ممكن اسالك سؤال؟ اي تفضل شو تريد؟ سمعت انه اكو بنيه جت سكنت هنا بالمنطقه جديد، بنيه غنيه وعندها حارس، هيك سمعت. ها قصدك رانيا؟ اي رانيا. اي هاي المنطقه كلها تعرف بيها. ها هي صارت غنيه، كانت فقيره وهسه صارت كلش غنيه. ها صارت كلش غنيه. هي وحطت حارس بالباب مالتها ما تخلي اي احد يدخل لها. اوكي زين دليني على بيتها، وين صار بيتها؟ هذا بيتها قريب عليك، شوفه هذا قدامك، شوفه هذاك ذاك. لا مستحيل هذا البيت؟ اي هذا بيتها. هذا البيت الطابقين كله دايموند وذهب. اي اوكي شكرا راح اروح الان. اوكي شكرا. هلا. هذا بيتها صار. واو واحد الحصان مالته ملبسته ذهب. الحصان ملبسته ذهب وانا الي ملابس ذهب ما عندي. هذا الحارس ما اقدر اطب هذا البيت. يلا خلي اجي احكي الحارس. هلا ومرحبا. اهلا. عمو اريد احكي وياه راني، اقدر احكي وياها؟ لا ما تقدر، هي حاليا ما تستقبل اي احد. زين عمو اني اعرفها يعني من قبل وهي كانت صديقتي، يعني اريد احكي وياها. لا ابني ممنوع دا اقول لك. يلا شو لنا. اوكي اوكي شو اسوي يا رب، ايش راح اسوي؟ هذا الحارس مانعني. زين انا شلون راح اقدر اطب للبيت؟ لازم احكي ويا رانيا، لازم اقول لها تبطيني فلوسي حقي. هذيك رانيا صاعده بالبالكون. يلا خل احكي وياها. رانيا منو قاعد يصيح؟ رانيا انا جيجي، انت ليش سويتي بيا؟ ليش اخذتي فلوسي؟ شو تريد؟ اريد فلوسي، انت اخذتي الكنز كله واخذتي واشتريتي هذا البيت بي. انا ما اعرفك ولا تعرفني، يلا خل منا يلا روح. يلا ليش؟ انا جيجي. روح منها ترى بلغ عليك الشرطه، اقول لهم قاعد يزعجني. يلا مش روح منها. لا رانيا اسمعيني، انا اريد حقي، لازم تعطيني حقي. هاي طبت جوا يا الله. شلون راح احكي وشلون راح اقدر اطب لها؟ يمنا ما اقدر افوت لها، ما اقدر. شو اسوي؟ لازم افكر بخطه واقدر افوت لها البيت. بعد صناديق مالتها كلها موجوده جوا ذيك بالطابق الاول. اوكي يلا خلي اروح للبيت وافكر بخطه حتى اقدر اقتحم البيت مالتها واخذ حقي. يلا خلي اروح اسال البيت وباكر اجي. يا الله اجى الصبح. الثاني المهم انه اندليت مكان رانيا، بس هسه خلي افكر شلون ممكن اقتحم بيتها واخذ حقي. زين اذا اروح اشتكي لمركز الشرطه راح يقولوا لي اثبت انه هذا حقك، شلون خو ما اقول لهم انه اني لقيت كنز ورانيا اخذته؟ لا ما يصدقون بي. زين شو اسوي؟ لازم اطب للبيت واخذ حقي، ماكو غير طريقه. زين اذا اني اجي اعبر من السياج هذا الحارس راح يلزمني، راح يقول لي ممنوع وراح يوديني للشرطه ويسجنني بحجه انه اني اقتحمت البيت. زين شو اسوي؟ عرفت الحل. اوكي خوش خطه، يلا خليني اروح وانفذها. جتني فكره كلش حلوه، ماكو غير بس هي الطريقه اللي اقدر افوت بها للبيت. اي وصلت للبيت، يلا قبل ما الحارس يشوفني يلا خليني اقعد احفر. اوكي اوف يا ربي تعبت. اي اتوقع ثاني جو البيت وصلت. اوكي خلي شموع هنا، خليني اقعد احفر حتى اطلع من ارضيه البيت. اي وصلت البيت حلو، كل ما حد يسمع كون هذا الحارس ما يدري. خلي هاي اصعد. اي وصلت. اي اقتحمت البيت. يلا خلي اخذ فلوس على السريع. يلا خلي اخذ على السريع الدايموند. واو. اي هسه كملت الصندوق الاول، خلي اشوف الصندوق الثاني. الايمرالد. اي هسه كمل الايمرالد اخذته كله. اوكي بقى شنو؟ خبحناها الصندوق شبيه.
هذا الجولد. اوكي يلا خلنا ناخذه. اي هسه جمعت الكنز كله. يلا هسه شو اسوي الا انتقم من رانيا؟ هلا احرق البيت. يلا اركض اركض اركض. اي حركت البيت مالته. ساعدوني عفيه ساعدوني، بيتي قاعد يحترق، ساعدوني ساعدوني طلعوني من هنا ساعدوني. ايوه اخيرا وصلت البيت وجبت فلوسي كلها. واو يا الله صرت غني، واو صرت غني والله. يلا هسه شو اسوي؟ اروح اشتري بيت هاي العجوز. واو يا هاي المره ما صدقت بي، قالت ما عندك تشتري البيت، بس هسه راح اثبت لها واشتري البيت. واو اخيرا صرت غني. واو ايوه اخيرا نجى الصبح. واو اليوم انا فرحان، اليوم راح اروح اشتري البيت. يلا خلنا نروح اشتري البيت على السريع قبل ما ينباع. يا البيت هذا حلم حياتي راح يتحقق، راح اشتري البيت. افتحوا الباب افتحوا الباب. جيت افتحوا الباب. هلا خاله شلونك؟ هلا ابني شلونك؟ خلاني خلاص راح اشتري البيت مالتكم. لا لا كذب تروح تشذب. لا 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 ما كذب لا تضربين والله والله راح اشتري. مين لك فلوس؟ لا عندي فلوس. شو خليني اشوف، تعال خبر كذب علي تعال. باع؟ هاي دايموند، هاي 64 دايموند باعيها؟ زين زين. يلا خلاص راح اشتري البيت. يلا هاي ابني يلا تعال تعال، حتى خليك توقع على الورقه تعال. اوكي اشوف وقع عليها. اوكي شوف هاي طيب وقع عليها حتى يصير البيت باسمك. يلا وطيني كل الفلوس هسه راح اوقع عليها. يلا وقع وقع وطيني الفلوس البقيه ابني. اي هاي وقعت عليها. اي هاي هاي صار البيت كله لك. يلا وطيني الفلوس البقيه. طيب هاي الفلوس كلها. يلا هاي هاي ابني بالعافيه عليك البيت بالعافيه. الله يعافيك. يلا راح اروح حسان. يلا راح اروح. اوكي يلا مع السلامه ابني. مع السلامه. يلا صار البيت كله لك. يا الله خلي اشوف البيت. واو ايش قد حلو من جوا البيت. هاي عندي اثنين نونه شربايتين فوق، والله شيء حلو. عندي صناديق هوايه، عندي بالكون. الله شنو البالكون، الله مطل منا على البيت. واو اخيرا صرت غني وهذا البيت صار ملكي. الله ولينا وصلنا نهايه الفيديو. اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه والتقيكم فيديو جديد. مع السلامه.